هذاك البرنامج يعني من قناة كنحترمها، وهو كان هو شوف هو برنامج كان غادي يمشي مزيان، غير كانوا فيه أسئلة فيها بزاف الاستفزاز المغني. يعني انت جايب مغني وجايب فنان، خاصك تكبر به، خاصك تعطيه قيمة، ما خاصكش تقول له شي أسئلة اللي غطيح به، لأن مادام الفنان جا عندك وخلى شغله وخلى وقته، فخاصك تحترمه. يمكن تعطيه أسئلة اللي كتكون فيها شوية ديال الإحراج، لكن ما تكونش فيها جرح ومس في الكرامة ديالو ولا الكرامة ديال العائلة ديالو. فللأسف كان برنامج يحترم الفنان يكون مشى بعيد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.